الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والارض، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجهه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا خير البشر يا وبعد. اجتمعت هذه الوجوه النيرة لإحياء ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كغيرها من سائر الدول العالم. أصحاب السمو والفخامة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الأمة الإسلامية لها اهتمام كبير لنشر الدعوة الإسلامية كوسيلة إجراؤها من الأزمات التي تشهدها خلال هذه الأونة الأخيرة، وخاصة في مجال الإعلام. وقد وصفه الله تعالى في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال الله تعالى أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. أيها الحفل الكريم، نبدأ هذه الحفلة بتلاوة من أيوب من آيات القرآن الكريم، يتلوها على مسامعكم الصديق الأخي شعيب عيسى، شعيب جابر عفوا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. ما الآن نستمع الفصل الأول مع الأستاذ حسين، فليتفضل مشكورا. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه، صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا، صلى الله عليه، مستدرا فيض البركات على ما أنا له. صلى الله عليه المنتفع
وسمي في صلبه النبي
وسلم ذكر الله تعالى ونبه. اللهم صل وسلم على ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الحضيرة القدسية. صلى الله عليه وسلم. وأحمد الحضارة فولدته
صلى الله عليه وسلم هي تلاله سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يوم نالت بوضعي ابنك وحدي من فخر ما لم تنل النساء وأتت مرأة أفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع كوف وبال عليه ووباء وتولت مثل الحواديت أنقى ولد المنتصى وحق الملا هذا وقد استنى القيام عند ذكر أئمة رواية ورويا صلى الله أتوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم آية مرامي ومرمى عذر اللهم قبره الكريم العطر الرابع مع أخي الفاضل كريم محمد فليتفضل مشكورا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واضع يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا صلى الله عليه وسلم بذلك الرفع إلى اللهم صل وسلم على إلى رفعة قدره على سائر البرية صلى الله عليه وسلم الحبيب الذي حسنت بداعه وسجيا اللهم صل وسلم على أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنية صلى الله عليه بل مسرع ونظر إليه وبلغ من السرور وحسن الكعبة الغراء وقام يدعو بغلوس النية صلى الله عليه وسلم الله تعالى على ما من النبي عليه وأعطى الله صلى الله عليه وسلم نظيفا مفتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية صلى الله عليه وسلم دهينا مقبولة بكل العناية اللهم صل وسلم على فتنه جنه بعد سبع ليال سوية صلى الله عليه وأطعم وسماه محمدا وأكرم أكر اللهم قبره الكريم يا في شديد صلاة وتسليم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نستمع الكلمة الوعظ والإرشاد مع الأستاذ عثمان فليتفضل مشكورا مهجورا مهجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت كوزي وتكوفو Directeur, wahera tionga sija, mazwamana mbali na mbali, waheshe si washanga sija, ne daula ya Komoro, wanama watangazaji, mazwamana harumwe ya hifadha ya hatu, wanashe wangu, mazuki wangu, mabani wangu, assalamu alaikum. ورحمة الله تعالى وبركاته. وليه الشبه شمشين شوكايرا تيونغازيجا جشاركيو أو جملة وهم السلام وقومون أو شره نمزة لهم تومي صلى الله عليه وسلم غرغاو شبه شمو أو بميزم سبحانه وتعالى يروفتيشي حرمي كلمة كواهو nitekeleze kalima uhusu ehazi ya ele daholi haufanya inushambota aswili ya aswili ya hayo ya ehazi inu na usila haukaa aswili harumaheni rongo yamba alibaha yu mubaha shayo ujairengwa rongo za mubaha vajazi teda za haramu eshe leze rongo za haramu haizo hawo njia harumaisha le daholinu, hawe hazi ya hele daholinu, hawe hazi ya tuninu,
inu hazini tukufu jeza azotipia baishe ezamaza mwiso zimu nabo tukada hunkumariba harumule meu yani sonjilwa ni namna bokao ya huiminya hau ya hijuru chainu hazini tukufu injezi hazizotipia matangazo harumusilamu wana aswili mengoni mwe edalili katuwa ni sarifu bisembavi charanzi de nabi wahadani de yaum wahadani na adam alayhi salam warumia lugha lugha hiyo wakaumi ya matangazo kazudu wakati wa adam ijehi hondo wakati wa mtume sallallahu alayhi salam aizu hamade namna razaka ya aswili heni rongo wakuka umbaha eva jamadia rongo izimi aswili ya heze nungo ikawa rizia ishiyo reka matangazo reka de teknoloji pia usilamu zingize aswili ni wangu usilamu ekara nzarangalie kufa kwa wakati wabasamu mizo rizia ishiyo usilamu zibungua baishe kazijakaya ya kila finzima dekalite kekadokiru wakati wa mkume sogo sinuwa wakati uo kwenye huti wakati uo kuna uo na rezusisi wakati uo kabaja ka televizio Yesu ifane hazi ya mtangazaji na inu uyo kusoka ya uyo zifanishi ekara nazari njie tene sakara nzo wakati wa Adam wakati wa Adam uyo barumishi ha matangazo barumishi ha guha wakoi ikawu urongoza babu hani mchambo hiwaru deba ya Adam babu ha deba ya shetani na Mwenyezi Mungu wakati yaka uhara ya ukaka funsi itia izo pia izo kalite mengo limeza kalitiza matangazo shaha unjia hadumbabi ilirutire kwa wakati mwiki wakati wa mtume wali hori kansi bangu hasupa ya mtume hata harumwe matangazo ya anu nyebilo kule mtume hauka haya fanya wa ima anga botafauti nzima basi ngedunki ni shihara mbeuka eba heya matangazo ya kisilamu eba heya matangazo ya kisilamu ya heya che aswili duke aswili yoyo ya kisilamu olihe mtume wa kisilamu ekala mzaru to mfano mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati ya sisiwe aya wa anfir ashirataka al-akrabin haka udofa nye dawa yuparandu harmu usilamu hasiri kata kumbenuha haka ubandaya shua katikao aya ija ya ayu rasul balir tangaza pasika tablini utangaza balir tangaza chaish maunzila ilaika wakati uha kakindiloa wakati uha mnya hindi kata duru ni ya mikro ya rume radio, ya rume televizyon, ya rume ruzo sosyo za tukaya shaha rume matangazo wakati uo wakati uo, ekango duzo wangu kangabu informasyonu imo mpanya wakabore mamna igono wakomba, kama wangale yawe ni ya wanaze filmu za arisala, aneze filmu za telezila ekango duzo wa shanshirongo wa tarifa ubala mna igono kore mamna igono wala o wangu eshiye mna igono wala utu wakangabu mrongo za jiri ya ndoro duziwa wakamba takome nzo bambu ya hatuwa ziwa na mungu lojubuli vuzi wawo liku hama meli vuzi yao sheka ushai vuzi ya abo uduwa ukanga mwongo muhimu niparo kabajaka mikro kabajaka radio kabajaka Facebook kabajaka izo deza kaya yao ekara nzarangali elkhtani piyana namna heze zana za matangazo hei teknoloji teknoloji wakati mungu ya baka nobo chinde la chidupa liwa matangazo basi chato ustarabu mwa heza mbiyo wakati huo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati ya yambia mtu meka wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa kutimizi ya huo amba wa yakhluku ma la ta'alamuni abu wakati huo kajadu fasiri waka ishu mtu shijuwa ni maswaba nwa baha hini enge wamba enge haba kamutu kamba mbiyo kwa jatu kwa ichwebi chaharu niya kalite ni rojina amba waya kumana tala mungu mnyezi mwia umba zipangyo zimu zega mia zekarasi za kuzimu zipangyo ni safarahani
ofoniho mutomumba kokao kamchuzi juwa chwatu kaujaiho dwanguzi juwa aba saka kya shavio abuyo pia yonde za alama za zui bahopa do hema tangazo mtume sallallahu alaihi wasallam anazi aya rebumba ba misihi bal ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk tangaza ushaishi ubenuwe haruma eza function yakana ngwemi ekana nazaru kumbenu haya basa hafanya when the press oduza hafanya when the press si when the press ndio ndio ni kwa simu je ya basa sha namwangalie hakarumie zana za matangazo hakatoa harumwa makaya wajuao hatuwa wangu hapa na mdogo mirani mtuze ukanga mtsaho wa maka pia ni makuraishi wa keba harumwa shiwanza shilom bavuni mumlima wa sapa hapa mhutajono tipia mkeba wala wabali yeheni kalite ya utangaza ukarugu wa parao wahema kibiro wahema kakome wasawa homlimani ule makawa katuoke na kama daba sapa je makaika nchashi wa homlimani wa rongo wa na parao izo kalite za nzia za zana za matangazo baadi ya waja mtume sallallahu alayhi wa sallam heli ya isai matangazo ya hae bashi kata kupora matangazo shabali ya wa maka wa kureishi waja wasanga niha bavuni ya mwashi wanza shilo bavuni mwamlima wa sofa hafanga yudushambo tashwiki utia razba mdiyaja alunye formasyo yo umila hume matangazo ikangara ndoe tarifa huka miziki hafi huka wakati wa wakuru makalite ya nunizi haumaji, sauti ya maji alimurani huka sauti za ufaila mbuta shuku kama nabahambi lofo masyo muhimu baheta shuku mtume ya rumia kajabe mwa informasyo ya waparakia wenjilia na pia mahadihaji pia wa maka wa obana walinda huka emne jana we mbuka urambia bahafikiri tashwiku alinzia ya watu ya shawu shawu waishia informasyo wakon wadu yelewa wadu yanga aba ngodo tajimbo kana duna no ngodo ta muziki hoka ngodo kana ngodo wanzao ngodo ta kafida ngodo ta na na kadite wa ngodo sio wakati huo haba ukaya nga muzisoni ni wangu wa makamloba enge mi Muhammad simwambiani ukaya nga wa adui ulotsi ni mlima huo wangu ajeba na muwe ni mjoni kubali bawa mbukaya karjaparo eshingabo rusolima yakuka batsindu wa jora bia bangu isubo kuba wakati wa fanya kwenye kisi yae okoha yo aya mnyezi mwezi sawai ilo harwa Qur'an hama mbuka hangwa lindao information muhimu na injili wa mwezi hasomo mbuka mwezi hamba kaya ayuha nnas inna rasulullah ilaykum jami'a imisaji sa na bome ngoni mwele tu dirtenge yabo watanda mo matangazo mabangu wa kwende press de kan yo vumi yo men bahitsi yo ya ayuha nnas inni rasulullah ilaykum jami'a ema kalima yo ya tsanga yo robo zinji au kamba ka ya ayuha nnas enyi wanadamu abora mzungu rausi mzungu kamarabu ramudu ramwewu o wanadamu pia katamba ya ayuha mu'minun ya ayuha muslimun wakati bado kama islamu wakati huo abodo wakati bado kama islamu abomo no ngo daru he kwende tursi ya he ndo mandoni amba ya ayuha nas inni rasulullah ilaykum jami'a min rumme ya mwenyezi Mungu na beshewani noti pia arma hadithi zungaji namba ukaya ikababu hamdu wakati huo ulobanu kajani amini awe hifungu vile mbroni ketina yahudi ketina mbroa dini mbroa dina hato yasi dini mbroa dina mbiduwa ni amin tumede hama ya wizo pia ufubi uo nemiza nize alama njema zilo harma ila kwende kurese ipani ya kumjiliye mislamu wabenuhe kangabu makafiri na mislamu wadi sabana ema bana Abu Bakari wamba sadaka uwanwa jina wamba kalbabta wahanyisi habala ule mbroa disa maislamu na makafiri rijalu wanu harma kusa zumbadina za hesira wa Allah maislamu tuli haka hanzi shiye mawafa umbe
zebarua hizo hizo kanite za misaji za matangazo zebarua kuzibeha abona nsize hotuka ya kuzipoa hizo pia kanite haizo wako tikanza nene sehimbe tikanza nene seukaya inu hazi ni tukufu gokonge dugo kayo hazi ya kisilamu ekayende hamishinzi ya kisilamu kukie tuta amiji boka uhunde faida kwa uwe kwa kisilamu rongo bidi ba kondisyo bidi ba an ikhlas ukabake ikhlas kama zibango sila mwenyezi zila kuchanga zao na zila mambao ziwa pikia nene shara ya kisilamu utidewa ngeongoza utuza kisilamu kia vangwe ezongo zini lumiao zini sawa na mdumu mdumu kwa tida kosa cheka utina uudo utuga ziwa uudo utina mbigo hamange helewa sawa mbao matanagushi kisondesha aisi bibi I am a man who is a man. Namkera dinene senu kwa hiyo husalwa na mao makana zaji ba ngari wona ngama noe waitsiba hakume woni wasi watangazaji na ngofu uka dezinu samba wole me sharabu ya mashaihat shaihat au me izonu ngo kuzi shia katina usibitifu uzirenge uzitangaza usilamu haraza ema namtume ya amini ndio hiyo habana sifa ya uka swali ku الأمين. أبغى تمر تنازج. الأمين. زهر مازل مجبل يوم تنازج. نازوا كم باكولين نازوا كم فان. شاكونا وبوه كنز. إني بانو موزو إيشيا. يا وطريا بايا. ويان كلية وفوزة. أبغى مزام وباه تازم تزيم. كارين شون رومو كاو. مبكو تسكتي أمي وكايا. نيزم يهزم تزيم. Sengo tipia mwishale jimbo na lazizwa hama rezosio fulani na mafulani na mbuflani ketina maana ni mbuwe uwa mbuwa wa mbuwa pitina litia balibala jana tishia mwana maana bakaba wano kudema ore ya mwangazide na wazwa kizono kwa mko mengu ni mwero liya hakisi watangazaji riwane nizo heni nungoza ujomuwa enzi riwane nizo heni nungoza uunda enzi loikae mshidu haro wakamine zunga baka huu ni linasi usina Apo dani matangazo. Na mwambiwa na adamu eze njema. Apo fasiri ya wezi loo mbi. Zilo utankolo, zilo kazamba. Apo kaizamba, mweleza haramu. Hauka hamu usilamu. Wangu maunda mawa hema matangazo. Wakisilamu wamba uka. Lotoni kamu formasyo za kweli. Zilo na faida. Bahiyo watuma isilamu. Wawudo urumia tuto za kweli. Nozi waundele, wakutaki yao. Ama leze rumeo iso. Wawuduwa wana ushalongo. Ketina utilitipu uherengo shaishi na yu hene ya raka tebe abu ndi na sinagoli kiwa tangazaji riti lazimishi na zeru meri hizo za kinuwa mshinzi hate kuani ene sade lalao hama aya hamba ukaya lawla idisami utumuhu kultun malana anatakala mabihada subuhana kahada kutani mabibu wakati mtume ya mtume ya kazwaze nrago kafanya zina Yode mengo ni mweze zaishi wakati wa mtume le fitna yole nea bahe Qur'ani wa siha ya mbaka yobu isa wakami mesila mweshe nungo hizo kazijalinga na nemurusha mtume ya zirenge ya dokani yole zishaishi zenyango hizo bahe Qur'ani ya wene sale daga eka huo naza nungo zinu uzirenge wa jurnalisti uzirenge uwasulane informasyon kutunda utibitifu siwa mahakama Siwa jiha yutoka yonti dugu ni kwa ufiti Ndi lazi Haulunge aya Haza bustanu na abili Zinunra wana mbato mungu Na rezireti Abu ina lele dalawa Kurani yifika lele dalawa Aho haurayo wakati Eza ambar blokar kumukiti Bariku mbabuha Sha haurayo wakati Nuka wenji hamasu wa lombude Iyon denukutwa na kanda niyelehe Bashi babakizi inji Kamine zinudwezi mikambu nasa bawasa tena Inyezi mga rebarikie Ikezo nifanyawa nifanyawa hamiyezi mu Nefaida ya muhimu ya hensi ya hatu Akwendo muhimu Hada
وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات فنية مربو القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أغدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا فلج الأسنان واسع الفم حسلا واسع الجبين باق بهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديد بن حسن العظم اللهم صل وسلم بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس ضخم الكراديس قليل لحم العقد كسل لحيه عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأمنية صلى الله عليه وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على اللهم صل وسلم عليه كان يصافح المصافحة بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة أظهرية سلام عليه ويضعها على رأس السبي فيعرف مسه من بين السدية ويبرى اللهم صل وسلم عليه يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية صلى الله عليه يقول لا عيده لم أر قبله ولا بعده ولا بعده مثله ولا بشر يرى أطر اللهم أكبره الكريم يا في شهيد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم عليه فكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياة والتواضع يصف نعله ويرفع صوته ويحمد شأته ويسير في خدمة أهله بسرة سرية صلى الله عليه ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيم جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفع الفقر وأزواره اللهم صل وسلم على ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية صلى الله عليه لا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لله اللهم صل وسلم على ويمشي خلف أصحابه ويقول المضاري للملائكة الروحانية صلى الله عليه يركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه هذا اللهم صل وسلم عليه ويعزم على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية صلى الله عليه فراودته الجبال بأن تكون له بابا فأبا اللهم صل وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغوة ويبدأ من لفيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية صلى الله عليه يتألف أهل الشرف
ويكرم أهل الفقر ولا يمزح ويمزح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى الله. الله صلى وسلم. وهنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في العلبة البيانية صلى الله عليه وسلم. بلغ ضاعل الإملاء في فذافذ الإيضاح منتهى عطر الله مكبره الكريم عفي شديد الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم. الآن كلمة الشكر والتمديع مع المدير العام للإذاعة السيدة فليكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. ما دين تكاو بليانا إلى جلاليو رجيش أكير بزيما لجدا ولا ردو بزيجا. نبي سيف نبي واج محمد صلى الله عليه وسلم. يسوع يو يوكايا نبي مديو. وهاي دي لاهو لا ردو بزيجا. نبرغو سشكا نزمرابا زهاكو سليمان. نحن سهالي وكرال يا وكايا زرموزيمو وزيفيكيري رو وزيطاليا رو شوري شاتوغي زارم فاران نحمد نمنا يكاو كمسيطة نباهيو اينا جوسي ماتو يا ونما نانيابان ومبويليوا إلى تنغولا جابان وكالي نتنغوي لنا فاسير وكالي نتنغولا جابان ومبويلي لنتنغوي لهو عمروهازي وارو قهزيجا وارمشيا وارمشيا Mutengwe laho emavamana Nuwaru hazi wa randungazija wakaya iza marala nyozuhuja Mutengwe lahe majirani wazigiza ili laula randungazija Yabo atafsui Mikawe na masula harifanya na mnai Nefasiri kuiluwa hivi Ili wakwata na mnai waileo ya wakaya vanunu silinda ula matangazo Na mungu limeze kwa mana za karatiza Lolo loza otamaduni nejini ya hati. Natoka ya sinamjaruma masuala ya kia nao nezijiri yo. Shaka mjuo harumai masuala ya kia nao otamaduni wa hati. Ya ukaya obsilamu wa komori na obsilamu wa hati. Yomongo nimesifanya otamaduni wa hati. Niti yonji ya harumapole niki ya waruaji wanzua fasi nisewaji. Na hekade namna hiyo ya wogu hasura ya namna matanga azula kumori gasila yekurswa, gasila yewajibu ya udafi otamaduni wa hensi ya hatu Mwotsi, bili harumaya sura ya inu hiyo gajwa namna emauli da kofanishiha harumaya mabamwe ya hatu shangar jwa namna emauli da kofanishiha harumaya malaho ya hatu Rekanzari lozeza nubezuzo mbili Ili tujo shangaya, mana utamaduni wa kihatu ufanya ukaya eke maulida. Gawo harumaye madambo ya hatu, gawo ya umaulida jiriani hao, ya kafe na ntede na haluwa na sashe. Cheke maulida nga harumema jumba ya hatu, utamaduni wa hatu ufanya ya umaulida ya koso mwambua limaele, na ziwa, na tizi, na tibele za lugao. Mzone nana sisi radonga sijara tsaua, ya ukariloze za nungwezo mbili. Wanese ya ukaya utamaduni wa hatu, vanu nga sumani maulida harumwele na ula hatu. Ya munga si harumwe wajibu, ya uka mkerathi, ya uka ekarti mizi vanu, radonga zija kwa mlala kwa mtomu lahikini, haruma maele na tibe na ziwa, maana yole lika nao, nendamni ya usumani maulida, usumani maulida yonu haruma ele na ula hatu. Sadunga yao, nukushukuria, na shukuria ima kwa mana mbali na mbali, wajawa shangirie, iwaonese ya ukaya, Zinugrafanya zinu, zinongo malu, zinongo kao gizo na mshinzi, hauka izo ridafinyo tizama rovanu, gardafinyo utamaduni wa hatu, nasigar aminiyo ka usilamu wa hatu, mwambolimu utamaduni wa hatu, gar aminiyo ya ukaya, heza janizo, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya janizo haruma wa umma, na hunu hatu komori, baada ziri waswili, zinongizunga ya glasimori zidapi, na mbamye zinu, Yani ke imani ya magwa maana waendesawe daula hinu
washinde waongoze masi wainu hanamne ya furaha wa Komor au kwa Komor kwa tuli na ngozi nji ikatulika ya umro wa hao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khitaman li hadhihi alhafla addua maa ashaykhu Samir Bakar. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه كف العبد كفى يا الله يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا الله يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا الله يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية أرشد بفضله من استرشده واجتاده يا الله نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات شكل جاه يا الله ونتوسل إليك بشرف الأبدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى يا الله وبآله كواكب الأمن البرية وسفينة السلامة والنجاة يا الله وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله يا الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله يا الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاصية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنا يا الله وتخلصنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الأمان ما بك ظننا آمين وتدفئنا كل مذر همة وبغية فلا تجعلنا ممن آواه هواه آمين وتدعي لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جميلة آمين وتمه عنا كل ذنب جنينا آمين وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عساه آمين وتم جمعنا هذا من خزائن الملك الصنيع برحمة ومغفرة وتديم عن مسواك آمين اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيه فرجا وقد سألناك راجنا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا آمين اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا آمين اللهم هذه البلدة وصائر بلاد الإسلام آمنة رخية
واصحنا غيثا يعم سهام سيبه السبسب وارضا آمين. سيد هذه البرود المحبرة المولدية السيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتباه ومنتهى آمين. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه آمين. واستر له عيبه وعجزه وحسره وعياه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأسراه آمين. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه آمين. ما شنفت الأذان من وصف الدري بأطراف جوهرية وتحلت صدور المحافل بمنيقة بعقود خلا آمين. وقم صلاة وقم تسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونختم بها استاذ الفاتحة. الفاتحة. اللهم إنا نسألك من كل خير ونعمة ونعوذ بك من كل شر ونقمة. اللهم سهل لنا أمورنا برحمتك يا يا ربي بالمصطفى بلغنا كاشلا واغفر لنا امام الله يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا كاشلا واغفر لنا امام الله يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا كاشلا واغفر لنا امام الله يا واسع الكرم. سوى محمد لمنا زل سبلا ونشهد وهل يهودين ونتشيا كرام مهم أقول جسافا وادي وانفاس وانقطع سريا نمرة بلش الشهر يشيله ونسجنا وركن سكونه الله ولوش ولوش.